الأدلات اللي كان موجودة عندنا. رحنا بتاريخ 31 شهر الخامس 2022، حضرنا بالمحكمة وقدمنا كل الأدلات اللي موجودة عندنا، والحمد لله طلعنا بوجه بيض الوجه يعني، برفقة وكيلي المحامي الأستاذ علي، وقدمنا كل الأدلات. وهذا القضية كان قضية شخصية بيني وبين شخص ما له علاقة أبدا بالمعمل أو بوزارة الصناعة أو بعقد اللي مبرم بيني وبين السمنت العراقية. فالباقي التفاصيل أنا راح بشأن القضية راح أقدم للسيد المحامي حتى ينطيكم تفاصيل أكثر فأكثر. أما أريد أوضح أنه العقد اللي بيني وبين الحكومة والاتهامات اللي بارحة نشر بالتواصل الاجتماعي وعدة قنوات أنه لا لها أي يعني لا لها أي شو اسمه وجود صحي، وهذا احنا نلغيها بكل الاحترام. بالنسبة لهذه الدعوة وفق المادة 453، مقدما أحب أقول لكم أنه نعمل كقضاء وفق قانون رقم 111 لعام 1969 قانون العقوبات العراقي. من ضمنها هذه المادة، المادة 453، اللي هي تتحدث عن خيانة الأمانة، موجودة وتقدر تطلعون عليها وفق هذه الصفحة. الشيء اللي موجود اللي حصل بمنصات التواصل الاجتماعي واللي نشر نصب واحتيال مرتكز الموضوع، والمذكرة تلاحظون أنا مأشرها بالماجيك 453. ال 453 هي خيانة أمانة موضوع بين شخصين، النصب والاحتيال هو ال 456. الدعوة أقيمت وفق المادة 453، وفعلا تم التوكيل وقراءة ملف الدعوة، وحضر موكلي من تلقاء نفسه أمام القضاء بكل شفافية، وأدلى بإفادته وأمام السيد قاضي التحقيق، وللقناعة المتحصلة عن قاضي التحقيق أطلق سراحه بكفالة.